السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة في قناة أفكار في الرياضيات. إن شاء الله في هذه الحلقة بدنا نشرح الدرس الرابع للصف الثامن الأساسي في مبحث الرياضيات الفصل الدراسي الأول. الدرس تحليل العبارة التربيعية، فلنبدأ على بركة الرحمن وبتمنى تشتركوا في القناة. إذن في البداية بدنا نتعرف على العبارة التربيعية. تمام، بحكي لي هي مقدار جبري يمكن أن يكتب بالصورة ألف سين تربيع زائد با سين زائد جيم. لاحظ ألف وبا وجيم أعدادا ثابتة، ألف لا تساوي صفر. طيب تمام، حنرجع ونتكلم عنها. ليش قال لي ألف لا تساوي صفر؟ ليش ما حكى ليش مثلا با لا تساوي صفر؟ حنتكلم في هذا الموضوع. ويسمى ألف معامل سين تربيع، ألف يسمى معامل سين تربيع، با معامل سين، جيم يسمى الحد الثابت أو يسمى أيضا الحد الخالي من سين أو الحد المطلق، يعني ما فيش جنبه متغير. إذا العبارة التربيعية أعلى أس فيها بده يكون 2. طيب تمام، الآن بدي أتكلم معاكم عن الصورة العامة، نتناقش فيها شوية، يعني نتعرف عليها أكثر علشان الأمور تكون واضحة. طيب يلا، إحنا اتفقنا العبارة التربيعية عبارة عن ألف سين تربيع زائد با سين زائد جيم. طيب تمام، هو حكالي ألف وبا وجيم أعدادا ثابتة، وأيضا في ملاحظة مهمة جدا جدا، إيش حكالك؟ ألف لا تساوي صفر. تمام، طيب إيش معنى قال لي ألف لا تساوي صفر؟ لأنه إحنا أصلا لما سميناها عبارة تربيعية علشان أعلى أس فيها 2، فلو أنت قلت لي ألف تساوي صفر معناته حتلغي السين تربيع، صح ولا لا؟ إيش حيضل؟ حيضل با سين زائد جيم. هيك بطلت عبارة تربيعية، صارت عبارة خطية. بتعرف أنت لما بده يضل معاك با سين زائد جيم سين أس واحد، هذه صارت عبارة خطية أو منسميها عبارة من الدرجة الأولى، ممكن أسميها عبارة خطية. تمام، إذن حنسميها عبارة خطية أو من الدرجة الأولى. ليش؟ علشان أعلى أس فيها واحد. إذن مهم جدا جدا معامل سين تربيع لا يساوي صفر، لأنه إذا أنت لغيت التربيع بطلت عبارة تربيعية، صارت عبارة خطية، هيني فرجيتك إياها. طيب تمام، الآن العبارة ألف سين تربيع زائد با سين زائد جيم. طيب بنفع أنا أكتبها ألف سين تربيع زائد با سين؟ أيضا بنفع، هي عبارة تربيعية لأنه أعلى أس فيها 2. هيو طلع العبارة التربيعية أعلى أس فيها 2. طب جيم يا أستاذ، عادي جيم ممكن تساوي صفر، ممكن ما اكتبهاش، ما فيش أي مشكلة. طيب تمام، طب بنفع أكتبها على هذه الصورة؟ دير بالك أنا الصورة العامة هيها، هذه الصورة العامة ألف سين تربيع زائد با سين زائد جيم، ولكن أنا بأناقشك ليش قال لك ألف لا تساوي الصفر. طيب تمام، الآن طيب أنا بدي أكتبها زي هيك، ألف سين تربيع زائد جيم. طب أنت لغيت با سين، ما فيش أي مشكلة، طول ما أنا كاتب العبارة وأعلى أس فيها 2 تسمى عبارة تربيعية. تمام، في حالة التغى أعلى أس وبطل 2 بطلت عبارة تربيعية. ناخد أمثلة عشان الأمور تكون واضحة. إذن العبارة التربيعية علشان أعرفها أعلى أس فيها قيمته 2، يعني لما أنا أقول لك مثلا 3 سين تربيع
زائد 4 س ناقص 2. هذه عبارة تربيعية لأنه أعلى أس فيها 2. أيضا لو أنا حكيت لك س تربيع ناقص 1، أيضا هذه عبارة تربيعية لأنه أعلى أس فيها 2. طيب تمام. أيضا لو أعطيتك مثال آخر، قلت لك 5 س تربيع زائد 7 س، أيضا عبارة تربيعية. طب ممتاز. طيب لو أنا كتبت لك، قلت لك 4 س أس 3 زائد 7 س، هتقول لي هذه ليست عبارة تربيعية لأنه أعلى أس 3. هذه بنسميها عبارة من الدرجة الثالثة. إذا بنسميها عبارة من الدرجة الثالثة. طيب الآن مش إحنا اتفقنا أيضا قبل ما نرجع لأنشطة الكتاب، مش قلنا العبارة التربيعية الصورة العامة إلها ألف س تربيع زائد باء س زائد ج، وقلنا ألف معامل س تربيع، تمام، وأيضا باء معامل س، باء معامل س، وجيم هيكون الحد الثابت أو الحد المطلق، يعني ما فيش جنبه متغير. نرجع للأنشطة ونشوف إيش موجود معانا في الكتاب المدرسي. لاحظ معايا في الكتاب المدرسي نشاط 2، حدد أي من المقادير الجبرية الآتية يمثل عبارة تربيعية، ثم أكتب للعبارة التربيعية منها قيم كل من ألف وباء وجيم. يعني بدنا نحدد ألف واللي اتفقنا عليه هو معامل س تربيع، وبدنا نحدد باء معامل س، وبدنا نحدد جيم أيضا الحد الثابت أو الحد المطلق. طيب رقم 1 معطيك س تربيع زائد 5 س زائد، لاحظ أنت معايا أعلى أس أكم قيمته؟ هي أعلى أس قيمته 2، إذا هذه عبارة تربيعية. ممتاز. طيب تمام. الآن بدك تحدد للألف، ألف بحكي لي قيمته 1، طب وينه يا أستاذ؟ هيو طلع، بكون مكتوب هنا بس مش مكتوب، هو فعليا موجود. تمام، انت لحالك تلقائيا بدك تفهم معامل س تربيع لما ما يكونش مكتوب أي عدد قيمته 1. طيب باء معامل س وينها؟ الخمسة. تمام. طيب جيم الحد الثابت قيمته 6، اذا باء 5 وجيم 6. الامور بسيطة. طب لاحظ معايا الان انت رقم 2 بحكي لي س تربيع زائد 9 ناقص 6 س، ما فيش اي مشكلة. هان عامل هو ايش؟ ملخبط الحدود بس، ولكن اعلى اس هيو 2، اذا هي عبارة تربيعية. ممتاز. اذا اتفقنا هي عبارة تربيعية لان اعلى اس فيها 2. طيب تمام. بعد ذلك ايش بدنا؟ بدنا نحدد قيمة الف. طب الف معامل سين تربيع، باجي لها سين تربيع، هل في قدامها اي عدد مكتوب؟ لا. اذا تلقائيا هتحكي لي قيمته 1 صحيح. ممتاز. طيب باجي لباء، باء معامل سين، وين سين؟ هيها شايفها، هادي سين، بدك تحددها بهذا الشكل. طب تمام. سين معاملها باء، طب المعامل إلها هنا قيمته 6 ولا سالب 6؟ سالب 6، دير بالك مع الإشارة، سالب 6. تمام. الآن باجي لجيم، وين جيم؟ جيم عبارة عن العدد اللي ما فيش جنبه أي متغير، هي قيمته موجب 9، إذا جيم قيمتها 9. أتمنى هذا الكلام يكون واضح وما فيش فيه أي مشكلة. الآن بدنا نيجي لتلاتة علشان الأمور تكون واضحة. تلاتة بحكي لي سين تكعيب زائد سين زائد 6، لاحظ أنت أعلى أس 3، إذا هذه ليست عبارة تربيعية، ليست عبارة مالها تربيعية. لماذا؟ لأنه أعلى أس فيها قيمته 3،
وانا بعرف العبارة التربيعية لازم يكون اعلى اس كام؟ قيمته 2. برافو عليك. بالنسبة لأربعة بحكي لي 5 مضروبة في سين ناقص 1 ليست عبارة تربيعية. ليش؟ انت تعال سين اعلى اس فيها قيمته كام؟ هتحكي لي اعلى اس قيمته 1. تمام، اذا معناته انا العبارة التربيعية لازم يكون اعلى اس 2. ممتاز جدا. اذا هذه ليست عبارة تربيعية. لماذا؟ لان اعلى اس فيها هن قيمته 1 وانا بدي اياه يكون قيمته 2. تمام، نيجي الان لرقم 5 بحكي لي 8 ناقص سين تربيع ناقص 2 سين. هذه عبارة تربيعية ولا لا؟ مين يحكي لي؟ هتحكي لي نعم عبارة تربيعية لانه اعلى اس قيمته 2. اذا عبارة تربيعية. طيب تمام، بما انه هي عبارة تربيعية بدنا نحدد الالف. احنا بنعرف الالف معامل سين تربيع. وين سين تربيع؟ هيها شايفها؟ معاملها سالب 1، تقرأ مع الاشارة سالب 1. اتمنى هذا الكلام يكون واضح وما فيش فيه اي مشكلة. طيب تمام، بدي احدد الباء. باء معامل سين. وين سين؟ هيها، بحددها مع الاشارة عشان ما اتلخبطش. طيب سين العدد اللي قدامها سالب 2، اذا طيب جيم، جيم الحد الثابت هيو اللي ما فيش جنبه متغير قيمته 8. بتمنى هذا النشاط يكون واضح وما فيش فيه اي مشكلة بإذن الله تعالى.